غنعتمد فيه الحضور ديال التدريب، غنعتمد فيه الكومبورتمون ديالك سي تري امبورطون، الاخلاق ديالك والتعامل ديالك مع بعضياتكم راه مهم. ما تلعبوش ان جو انديفيديال تينيس ولا النبل ولا البي ولا تلعب الكره. دونك اذا هذا حداكم مقلق راه واحد فيكم خصكم يتحيد. راه جوج قباح، ماشي قباح في الكره، قباح في الاخلاق ديالهم. جوج علماء، واحد غتحيد واحد لاعب واحد، هذه هي الكره. الا لعبتي جوج عندك موان دو في الفرق، عندك جوج لعابه ناقص. نتمنى من الله هادشي ما كاينش، لان شهادات الناس ديالكم مسؤوليتكم، اخلاقكم محترمه جدا جدا. لان رئيس ما يحزنش حاجه على مدرب جديد امبوسيبل، هذه معروفه. بالعكس هو غيوريك اكثر من المكتب اللي بابس معاهم نفس الهضره اللي قالت عليكم. وغادي نتمنى من الله يكون خير، نتمنى من الله توفقوا ونبداو لا سيونس ديالنا اللي غتكون سو فورم كوم سا الدراري. لا سيونس غندخلو للسونتر الدراري باش نهضرو عليها في السونتر. يلا يلا ما تصفق ليا، ما تصفق ليا استاذ امين معموله. اجي 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 الستاف ديالنا، راه هذا هو الستاف، الستاف راه فيه كلشي. سلامتك السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في على المباشر من ملحق الملعب الريادي. في هذه اللحظات كيتم يعني تقديم المدرب الجديد لفريق النسمة الريادية السطاتية السيد عبد اللطيف إيراوي، اللي في هذه الأثناء يعني تم تقديم المدرب الجديد لفريق النسمة الريادية السطاتية. فريق ديال النسمة الرياضية السطاتية واللي في هذه الأثناء يعني كدار لحظات شوف لا ليبيا ستة ديال لي زاتون، كل واحد يشد وحده ديالو، يدير لا ريبيتيسيون ويخرج له. سي إيراوي واحد الكلمة يعني بالمناسبة ديال مرحبا، مرحبا سي إيراوي حنا على المباشر، مرحبا. شي دابا اللي تعرف يدير طاكل ويفزع خصنا تيكنيسيان في لحظته. دونك غنحاولوا الدراري نديروها، عندنا واحد لا كورس ديال واحد 10 مينيت وعندنا الكاري اورو، هذاك سي تري زامبور واحد 20 مينيت ديال الطوري، هذيك دي ضروري ديما غتكون عندنا يوميا، لان هذيك غتعطيك بزاف د الحوايج، غتعطيك تتعامل مع الكره مزيان في ظروف صعيبه، سواء عندك سواء ما عندكش، لان يا اما عندك يا اما داخلها جوج. عندها مع واحد الكوطي سيرتو مع الكويري عندها كوطي مورال مزيان، كيما تتحس تدخلها تبدا تنشط 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 كيما تتكون مزيان. وعندنا من بعد هاد السيركل غيكون في 36 مينيت 12 12 12، الريكيبيراسيون ماشي 12 متصوله، الا صحاب الكره لا يلعبوها متصول. من بعد عندنا جو دو كونسيرفاسيون دو جروب كونتر ان في نص التيران بلا غارديان، يعني بحال نلعبو مثلا 12 ضد 6 6 ليبر 12 لاعبين دو توش دو بال ونسيت سويت باش تربحوا الوقت. انا خديت بزاف د المعلومات كاينش باش ندير كل بعض في الوقت، دير 11 ضد 11 وقت كل واحد يلعب كورتش ويدير، ما يمكنش غادي تجي غاتبدل شي حاجه كثيره، ولكن على المده راك ممكن تبدل ممكن ما تبدلش، ولكن يقينا اكبر عدد ديال اللعابه ماشي نحاول نلعب، لان الظروف كاين تواج كاين حمرات، ما خصنيش تخلي دبي عشرات الماتشات ما يلعبش تنغفلو ونجيبو ما لقيت حتى حاجه. الله يرضي عليكم الدراري، ومن بعد حنا غنبقاو في تواصل مع بعضياتنا،
اللي مقلق ماشي حاجه يقولها ماشي مشكل. انا باش نكون ثابت الكره غادي ندير مرتا 5 9 في قاع ما عنديش مشكله. نحاولوا ديفيكتيف راه زوين وعندكم فرقه بالنسبه لكل فرقه فرقه بعض العناصر احسن من الناس ولا تفرج الناس ولا انت نحاول الدراري ديروا نتوما في دماغكم سيمانه بسيمانه عندنا الماتش دو كوب نهار السبت ولا هل هذه بطوله كاس تخسر تقصر يعني موت فيه يعني كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في يعني المباشر من الملحق ديال الملعب في هذه اللحظات يعني كيتم تقديم المدرب الجديد للفريق النسمه الرياضيه السطاتيه. من ملحق الملعب الرياضي النسمة النهضة الرياضية النسمة الرياضية السطاتية يعني في هذه اللحظات كيتم يعني تقديم المدرب الجديد لفريق النسمة الرياضية السطاتية النتيجه ما تعطيش غير الا نتوما نساو كلشي نساو المكتب نساو الصطاف نتوما تقعدوا ديروا شي حاجه يا خينا والله تديروا العجب نتوما راه فراقي طلعوا معاكم وما كانوش عندهم لعابه مزيان عندهم اقرو انا العب انجو الكواري قبل ما يخلقوش فرقه ولكن راه كانوا دراري حار تنقول لعب الكوره انا تنقول لكم الاطار اللي غنهضر معاكم فيه ودي 80% ديالي انا هو الطاكتيك 20 25% تنخلي لك حريتك في اللعب ما تنقول لعاب ما تقلاش لعاب ما تضربهاش ما ديرش بيش لا هذا ديالك لكن تمشي الكره كلها ديالك فين توقف ديالي انا كل لاعب يلعب على الجهد اللي عطاه سيدي ربي دونك نبداو باش ما نضيعوش لكم وقتكم انا نكومونس واحد 2 مينيت ديما في لاكورس ومن بعد ندوزو لي طورو حميد حط ثلاثة ديال الطورو هنا سي إيراوي السلام عليكم حنا على المباشر يعني بالهد اليوم ديال التعيين ديالكم يعني الالتحاق ديالكم بفريق النسمة الرياضية السطاتية هي فترة اللي الحمد لله نتمنوا من الله بأننا كيف تنقول يكون عندنا حد قدام ديال الخير على الفرقة وكانت الاتصال ديالي بالناس ديال المسؤولين ديال النسمة السطاتية وهذا فريق اللي عندي به الناس ديالو عندي به علاقه خاصه ونتمنى من الله اننا نقدروا نديروا شي اضافه ونزيدوا الخدمه على اللي دار السي عهد قبل مني وتكون واحد الاستمراريه وهذه من مدينه اللي هنا تاريخيا مدينه اللي ديال الكره وديال الكواريه ماشي جديد عليها هذا الشيء ونتمنى من الله باننا نتوافقوا في الخدمه ديالنا ان شاء الله في العمل ديالنا ان شاء الله الله يوفقكم سي راوي تحياتنا اذا كان ممكن تقدم لي نفسك وتقدم لي حتى الانديه يعني بغينا واحد النبذه موجزه على سي راوي نقدموها لي انا بالنسبه كلاعب لعبت في الرجاء البيضاوي رجاء بني ملال الاتحاد الرياضي وامجاد سيدي عثمان في القسم الوطني الثاني فاش كانت فاش في التدريب دزت مرحله ديال مساعد مدرب مع الفقيه بالزعماء الاستاذ انيس الله يذكره بالخير وكنا حققنا الصعود للقسم الوطني الثاني احترافي اما من ناحيه مدرب كيف تقول البرانسيبال فدزنا في عده فروق منهم الزمامره الداخله مولودية الداخله مولودية اسا اتحاد تاونات ميسور فتح البيضاء اتحاد النواصر يعني عدد ديال الفراقين الحمد لله دزنا معاهم في واحد المرحله وكاين فروق اللي يسر الله بحال شباب مريرت بحال الفقيه بن صالح بحال الزمامره واسا اللي جا بحال تحقق معاهم الصعود ان شاء الله مولودية الداخله اللي كانت الموسم اللي فات كانت نهضه الكاره كذلك كاين فروق كثيره الحمد لله ونتمنى من الله بعد التجربه اننا نقدروا نخرجوا منا شي حاجه ونعاونوا الاخوه كما حنا محتاجين اللي يعاوننا بالافكار ديالهم كل شيء ونتمنى من الله يكون عندنا شي حضور ايجابي على الفريق كنتمنوا لك التوفيق سي إيراوي تحياتنا لك اخويا شكرا
كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدي الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر؟ كان اليوم يعني تقديم المدرب الجديد لفريق النسمة الريادية السطاتية، المدرب الجديد سي عبد اللطيف إيراوي خلفا للمدرب السابق عهد. الفريق يعني كاين واحد مجموعة من التحديات، كاين واحد مجموعة من الأمور اللي كتواجه الفريق، وكنتمنوا يعني المدرب الجديد يعني حد موفق، والفريق نسمة الريادية السطاتية يعني حد موفق من خلال هذا البث المباشر. كان هذا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في بث مباشر لتقديم يعني فريق تقديم المدرب الجديد لفريق النسمه الرياديه السطاتيه. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.